مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة الصحافة التي نطالع فيها ما تداولته الصحف الإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم. قتل عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء هجوم جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين على مطار دمشق الدولي ومحيطه. هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم، والبداية سورية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: مطار دمشق خارج الخدمة جراء قصف إسرائيلي أوقع 4 قتلى. قالت الصحيفة: قتل 4 أشخاص بينهم جنديان سوريان على الأقل فجر يوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة، ما أسفر عن دمار داخل المطار. وأسفر القصف وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن مقتل 4 عناصر بينهم جنديان سوريان، فيما لم يتمكن من تحديد هويات أو جنسيات العنصرين الآخرين. وكانت وكالة أنباء النظام السورية الرسمية سانا نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله: إن نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، ما أدى إلى مقتل عسكريين 2 وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة. وبالانتقال إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت: الراعي نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور اللبناني. أكد البطريرك الماروني بشار الراعي أن على الجميع أن يقتنع أن باب الحل في لبنان يمر عبر باب واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا رفضه لتمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، في وقت أصيب 3 مدنيين جراء عمليات إطلاق نار عشوائية حصلت في بيروت وطرابلس، كما أصيبت طائرتان لبنانيتان خلال تواجدهما في مطار رفيق الحرير الدولي. وقال الراعي إن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فأينما بقي من سلطات وأينما بقي من صلاحيات للمؤسسة، وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر، وزير يمتنع عن تواقع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم، وشدد على أنه مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة. نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالة للكاتب عدنان كريمة تحت عنوان: لبنان الفراغ السياسي والسقوط الاقتصادي. ودع اللبنانيون سنة 2022 وهي الأسوأ في تاريخهم القديم والحديث، بما شهدته من انسداد سياسي وتدهور اقتصادي واجتماعي وانهيار مالي ونقدي ومصرفي وارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة وهجرة كبيرة تسعى إلى سبل العيش في بلاد الله الواسعة، وذلك في ظل غياب كامل لمؤسسات الدولة وفشلها في تأمين أدنى متطلبات الحياة وخصوصا الخدمات الصحية والتعليمية. ويستقبل اللبنانيون العام الجديد بما يحمله من مخاطر وتداعيات سلبية لاستمرار الفراغ الرئاسي نتيجة عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويدفع الاقتصاد الوطني المنهار ثمن المصالح السياسية والمالية التي تحول دون إيجاد حلول للأزمات المتراكمة. حتى الاستعانة بصندوق النقد الدولي التي أجمع السياسيون والاقتصاديون على أنها الممر الإلزامي لخطة الإنقاذ الاقتصادي مجمدة وتنتظر الحلول الناجعة لإنقاذ السياسي، لكن الأخطر من ذلك أن الانسداد السياسي القائم سيترك الأمور متفلتة مع ما تجره من تداعيات سلبية في غياب أي جهة قادرة على تحمل المسؤولية وإنهاء عرقلة مسارات الحلول المطلوبة.
وبلغة الأرقام، فقد لوحظ وجود اختلاف في تقييم النمو الاقتصادي، ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال التناقض بين تقديرات البنك الدولي عن نمو سلبي ناقص 4 إلى 5%، وبين تقديرات مصرف لبنان حول نمو بنسبة 2%، والفارق كبير جدا. وإذا كان المركزي يستند في تقديراته إلى وقائع قائمة خصوصا لجهة نمو الاستهلاك، فإنها لا تعكس النمو الحقيقي الذي غالبا ما ينعكس على الحركة الاقتصادية. وفي سياق تقييم بعض الخبراء للعام 2020 أطلقوا عليه عام ضياع الفرص، والأخطر أن كل تأخير في تنفيذ الحلول الإنقاذية يزيد حجم الخسائر المالية التي يلحظها مصرف لبنان في بند موجودات أخرى في ميزانيته، وقد زادت خلال أقل من عام بنحو 33 مليار دولار حتى بلغت 94 مليار دولار بنهاية العام. أما احتياطات المركزي فخسرت 2.58 مليار دولار من قيمتها لتصبح أقل من 10.25 مليار دولار، وكان يمكن لهذا الانخفاض أن يكون أكبر لو لم يشتري المصرف دولارات من السوق الموازية في عملية تحملت كلفتها الليرة اللبنانية التي تدهور سعر صرفها متجاوزاً 48 ألف ليرة مقابل الدولار. والآن إلى الشأن الشرق أوسطي. شرق أوسطيا، صحيفة الشرق الأوسط عنونت: إيران تختتم السنة على وقع الاحتجاجات. اختتمت إيران عام 2022 على وقع الاحتجاجات المستمرة منذ 107 أيام إثر وفاة الشابة الكردية جينا أميني، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال نحو 20 ألف شخص، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى احتمال عودة الهدوء إلى الشارع مع تباين داخلي بشأن أزمة الإدارة في البلاد. وأغلقت محال تجارية أبوابها في بازار طهران، حيث نزل محتجون إلى الشارع مرددين هتافات الموت للدين ديكتاتور. ووقعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن، وسمع شعار الفقر والفساد والغلاء متجهون لإسقاط النظام. وجاء هذا التطور بعدما دعا ناشطون إلى تجدد المسيرات المناهضة للنظام احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي. وقال محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين في لقاء إن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وبدوره وصف عمدة طهران علي رضا زاكاني ارتفاع سعر الدولار بمشروع الأعداء. ونقرأ في صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت: الميليشيات تقصف مخيما للنازحين غرب تعز. استهدفت ميليشيات الحوثي مخيما للنازحين وادي الحناية غربية محافظة تعز، مفتتحة العام الجديد بجريمة جديدة ضد الإنسانية. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات فتحت نيران رشاشاتها صوب تجمعات للنازحين في وادي الحناية بمنطقة غرب الكتحة. وبحسب المصادر فإن القصف الحوثي وقع في محيط المخيم، ما أثار الرعب والهلع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال. يشار إلى أن جميع قاطني مخيم الحناية مهجرون قسرا من قبل ميليشيات الحوثي التي لا تزال تتعمد ملاحقتهم بقذائفها إلى مخيمات النزوح. إلى ذلك انتزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 969 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي، زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية. وأوضح المركز في بيان أن الألغام المنزوعة منها 19 لغما مضادا للأفراد، و381 لغما مضادا للدبابات، و555 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 4404 لغما. وبالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية التي عنونت: فشل الوساطة العمانية مع إصرار حوثي على شروط تجديد الهدنة. كشف الحوثيون عن تحركات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، لكن مع تشبثهم بشروطهم التعجيزية بحسب وصف مسؤولين دوليين، وهو ما يعني أن الوساطة العمانية قد فشلت في ظل إصرار الجماعة المدعومة من إيران على رؤيتها في إبقاء الأزمة مفتوحة. قال محمد عبد
السلام الناطق الرسمي رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات في تصريح نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في اليمن نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني، وتبذل سلطنة عمان جهودا لتذليل الخلافات بين السلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها من جهة، وبين جماعة الحوثي الموالية لإيران من جهة أخرى، وآخر تلك الجهود إيفاد مسقط لوفد لها إلى العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي، حيث التقى الوفد بزعيم الحركة عبد الملك الحوثي وأيضا بقيادات المجلس السياسي الأعلى للحركة. مناقشة أبرز عناوين الصحف العربية والشرق أوسطية الصادرة اليوم. أرحب بزميلي ضياء التمر، أهلا بك في هذه الجولة وعلى شاشة اليوم. أهلا بك وبسادة المشاهدين زميلتي آية. أهلا بك ضياء. إذن ما هي آخر مستجدات القصف الإسرائيلي صباح اليوم على مطار دمشق الدولي برأيك؟ وأيضا لو تطلعنا أكثر عن هذا الاستهداف في بداية السنة الجديدة، ما مفاد الرسالة التي يريد إرسالها الجيش الإسرائيلي؟ نعم، مع بداية العام الجديد غارت إسرائيل مرة أخرى على مواقع للفصائل التابعة لإيران وجماعة حزب الله اللبنانية ومقرات مشتركة مع قوات الحكومة السورية في جنوب العاصمة دمشق، وتحديدا في مطار دمشق الدولي وفي محيط المطار ومناطق أخرى في الريف الجنوبي للعاصمة. الغارة أسفرت عن خروج بعض مدرجات مطار دمشق الدولي عن الخدمة حاليا، وتدمير مستودعات قيل أنها ذخيرة للفصائل التابعة لإيران وجماعة حزب الله في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر على الأقل، 2 منهم من قوات الحكومة السورية. هذا الاستهداف الذي يعتبر الأول في بداية هذا العام هو مثابة رسالة قرأها المراقبون بأن إسرائيل ما زالت ماضية في الذهاب بعيدا باستهداف المواقع التابعة لإيران والفصائل التابعة لها وجماعة حزب الله اللبنانية والمناطق أيضا، أي منطقة تتواجد فيها مستودعات للأسلحة أو مقرات عسكرية لهذه الفصائل في سوريا لتحييد خطرها القريب من مناطق الجنوب السوري المحاذية للحدود مع الجولان المحتل وهضبة الجولان والمناطق التي يمكن أن تشكل خطرا صاروخيا على الحدود الإسرائيلية. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إذن 4 عناصر قتلوا، وسط أنباء عن احتمالية وجود المزيد من القتلى والمصابين في هذه الغارات. ويجدر الذكر هنا أن إسرائيل كانت أغارت أكثر من 30 مرة خلال العام المنصرم على مواقع لإيران وفصائل تابعة لها وجماعة حزب الله اللبنانية ومواقع للحكومة السورية تتواجد في هذه المناطق. هذه الغارات أسفرت خلال ذلك العام عن مقتل أكثر من 90 عنصرا من هذه المجموعات المستهدفة، وتدمير بنى تحتية كبيرة ومستودعات أسلحة لفصائل إيران وجماعة حزب الله اللبناني. يعني برأيك ضياء، هل سترد دمشق هذه المرة؟ كيف سيكون الرد إذن؟ كما جرت العادة تكتفي الحكومة السورية بإصدار بيانات أنها تحتفظ بحق الرد، وربما بعض البيانات العسكرية التي تعلن تصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت هنا أو هناك، لكن بالمحصلة المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحكومة السورية فشلت في التصدي لهذه الغارات، وقال إنها وصلت لأهدافها ودمرتها. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من شمال وشرق سوريا وبالأخص من غرفة الأخبار ضياء التمر، شكرا جزيلا لك.
وفي شأن الشرق أوسط، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالا للكاتب محمد نور الدين تحت عنوان تركيا والعام الجديد. كان العام 2022 حافلاً في تركيا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو العام الذي يسبق حدثاً محورياً في تاريخ تركيا الحديث، وهو الانتخابات الرئاسية التي ستجرى مبدئياً في شهر يونيو المقبل. وفي العادة تبدأ الصراعات الانتخابية المختلفة قبل سنة أو سنتين وأحياناً أكثر، وهذا حال تركيا التي لم تهدأ منذ ظهور نتائج الانتخابات البلدية في نهاية آذار 2019 التي شكلت علامة إنذار لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نظراً لأنه خسر الانتخابات في اثنتين من أهم بلديات تركيا وهما أنقرة العاصمة السياسية واسطنبول العاصمة الاقتصادية. ويقال في تركيا إن من يدير اسطنبول يحكم تركيا. ولم تكتفي المعارضة بالانتصار في اسطنبول، بل أظهرت شخصية سياسية جديدة هي أكرم إمام أوغلو، الذي كان يتوقع أن يتحول بعد فوزه ببلدية اسطنبول إلى المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان على الرئاسة في العام المقبل. وقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم إمام أوغلو على أردوغان نفسه في حال التقت المعارضة على مرشح واحد، ولكن ما حدث مؤخرا أعاد خلط الأوراق، إذ حكمت محكمة قضائية في اسطنبول بسجن إمام أوغلو ومنعه من العمل السياسي، على أن يطبق ذلك في حال تحول القرار إلى نهائي من قبل المحكمة العليا. ولا شك أن مثل هذا القرار أحدث بلبلة في المعارضة، وربما يطيح نهائيا بأبرز منافس لأردوغان ويفتح أمام الأخير الطريق للفوز بانتخابات الرئاسة. لكن كل ذلك متوقف على ما ستفعله المعارضة، ذلك أن مرشحا مشتركا لها يمكن أن يطيح بأردوغان إذا حصل على دعم الصوت الكردي المتمثل بحزب الشعوب الديمقراطي، الذي لا تقل أصواته عن 10%، وهي كافية لترجيح كفة مرشح على آخر. والانتخابات ستكون مفصلية في نتائجها، إذ أن المعارضة وعدت في حال انتصارها تغيير النظام من رئاسي إلى برلماني وفق ما كان عليه قبل العام 2018. كذلك في حال فوز مرشح المعارضة، هذا يعني سقوط مرشح الإسلام السياسي الذي حكم تركيا منذ العام 2002. ولا شك أن أي خسارة لأردوغان وتولي المعارضة الحكم تعني أن زلزالا قد ضرب تركيا والمنطقة. إن مصير الانتخابات الرئاسية سيحظى ليس فقط باهتمام العواصم الإقليمية والعالمية، بل بالتدخل الفعلي بطريقة أو بأخرى لهذه العواصم في هذه الانتخابات. إن مصير الانتخابات الرئاسية سيحظى ليس فقط باهتمام العواصم الإقليمية والعالمية، بل بالتدخل الفعلي بطريقة أو بأخرى لهذه العواصم في هذه الانتخابات. والآن إلى الشأن العالمي. أن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عنونت العداء بين أوربان وزيلينسكي. اعتبرت الصحيفة أن الخلافات العميقة بين أوكرانيا وهنغاريا حول عدد من القضايا يضعف موقف نظام كييف في الأزمة الحالية. وبحسب الصحيفة، أن موقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بشأن أوكرانيا يعتمد بشكل كبير على رأي بروكسل فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال المحتجزة في صندوق التنمية المتوازنة وصندوق الإنعاش الاقتصادي الوبائي، التي تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات لإعادة إعمار هنغاريا بعد الوباء. وأضاف: عندما يناقش الاتحاد الأوروبي أي قضية تتطلب موافقة بالإجماع، على سبيل المثال المزيد من المساعدة لأوكرانيا، يمكن أن تصبح مرة أخرى رهينة هنغاريا، كما تخشى الدول الأعضاء الأخرى. على هذه الخلفية تواصل بودابست الحفاظ على علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع روسيا، وأيضا تسعى إلى التخفيف من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالطاقة. وتؤكد السلطات أنها غير راضية عن الإجراءات التي تتخذها أوكرانيا ضد السكان أوكرانيا الذين يحملون العرق الهنغاري. وبالانتقال إلى صحيفة موسكوفيسكي كومسومولتس الروسية التي عنونت الجيش الروسي يستخدم تكتيكا جديدا في الضربات الصاروخية، قال يوري كنوتوف. قال المحلل العسكري يوري كنوتوف مدير متحف قوات الدفاع الجوي إن الجيش الروسي أخذ يستخدم تكتيكا جديدا لتوجيه الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا. وأضاف الخبير في مقابلة مع الصحيفة: في البداية كان الجيش الروسي يستخدم فقط صواريخ كاليبر
الشر، ثم باشر باستخدام الدرونات الانتحارية من طراز غيران. في الوقت الحالي يتم في البداية إطلاق طائرات بدون طيار قبل إطلاق الجزء الأكبر من الصواريخ، وذلك بهدف تشتيت نظام الدفاع الجوي المعادي، مما يجبر الخصم على استخدام الصواريخ لتدمير الطائرات بدون الطيار الرخيصة للغاية. ووفقا له سمحت هذه التغييرات في أسلوب استخدام وسائل الهجوم بتنفيذ الضربات الأكثر فعالية ضد مواقع البنية التحتية الأوكرانية. وبفضل استخدام التكتيكات الجديدة تم تدمير 4 فرق للدفاع الجوي تابعة للجيش الأوكراني. ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية لديهما. أعلنت باكستان أنها سلمت قائمة بالمنشآت والمرافق النووية الموجودة لديها إلى البعثة الهندية في إسلام أباد بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين الخصمين النوويين. وخاضت الجارتان 3 حروب ودخلتا في عدة مناوشات عسكرية خلال السنوات الماضية. وسقط صاروخ هندي أطلق بطريق الخطأ العام الماضي في باكستان، ما أثار حالة من الذعر في أنحاء العالم. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن قائمة المنشآت والمرافق النووية في باكستان سلمت رسميا إلى ممثل المفوضية الهندية العليا في إسلام أباد بوزارة الخارجية، وأوضحت أنه بموجب اتفاق موقع بين الجانبين في العام 1988 يتم تبادل القوائم سنويا في الأول من يناير كانون الثاني. وأضافت أن الهند هي الأخرى سلمت قائمة إلى البعثة الباكستانية في نيودلهي. وكثفت باكستان مؤخرا بدعم من الصين استخدامها للطاقة النووية لتلبية الطلب المزداد على الكهرباء. واختبرت باكستان أسلحة نووية رسميا للمرة الأولى في عام 1998، وطورت منذ ذلك الحين مخزونا كبيرا من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو الأمر ذاته الذي فعلته الهند. وتنضم إلينا من موسكو لمناقشة أخبار الصحف وأبرز عناوين الصحف العربية والشرق أوسطية الصادرة لليوم. أهلا بك مرام. أهلا آية، صباح الخير. صباح النور. نعم آية، بخصوص الصحف العالمية وخاصة الصحف الروسية، أكثر العناوين التي ركزت عليها هي العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين الصين وروسيا. هذا ما بدأت به عناوين العام الجديد في الصحف الروسية. أتحدث هنا عن صحيفة سفابودنيا بريسا التي عنونت تقسيم المحيط الهادئ بين روسيا والصين وإقصاء أمريكا. تحدث الكاتب أو مراسل الصحيفة كونستانتين أولشانسكي عن أن المناورات التي جرت بين روسيا والصين من 21 وحتى 27 من ديسمبر هدفها هو إظهار قوة الجانبين والتصدي لجميع التهديدات التي تنشأ في منطقة أو في منطقة الأمن البحري لكلا الدولتين. وأيضا أضاف المراسل في مقاله أن وزير أو مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية درو تومسون تحدث عن أن هذه المناورات ليست هي الوحيدة التي تقلق واشنطن، ولكن أيضا أضاف أن هناك محاولات للصين أو وبالفعل أنها تقوم بمناورات عسكرية أحادية هي بأقوى أو بأحدث المدمرات الحربية كما تحدث في مقاله، وهي أيضا تسبب جانبا من القلق لواشنطن، وخاصة أنها تقوم على حدود تايوان واليابان وبشكل غير مسبوق. في السياق نفسه صحيفة جلوبال تايمز الصينية تحدثت عن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وأنها تدخل حقبة جديدة من التعاون في عام 2023. وأهم هذه التعاونات إضافة إلى المجال الاقتصادي ومجالات الطاقة أيضا المجال الأمني التي تعمل الدولتان على تطويره وتحديثه. وأيضا هناك
تحدثت عن أن جميع المحاولات الغربية وخاصة محاولات الولايات المتحدة والشكوك بشأن العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين جميعها غير منطقية ومشكوك بها بحسب رأي المقال. أيضا في صحيفة فيانيا بازرينيا الروسية نشرت لقاء مع الخبير أو كتب الخبير في مجال الأمن روبرت فارلي في هذا المقال عن 5 سيناريوهات محتملة لقيام الحرب العالمية الثالثة في عام 2023، بدأ طبعا في الأزمة الأوكرانية رغم استبعاده للتصادم المباشر بين الناتو وروسيا، ولكن التصعيد المستمر ربما قد يؤدي إلى فعلا في النهاية إلى حرب عالمية أو شرارة حرب عالمية ثالثة لهذا العام. السيناريو الثاني الذي تحدث عنه هو في تايوان والأزمة بين واشنطن وبكين، وأن هذه الخلافات ربما قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وخاصة في حال دخول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بشكل مباشر. السيناريو الثالث الذي تحدث عنه هو تركيا واليونان والعلاقات المتوترة بين هاتين الدولتين ربما قد تؤدي إلى انطلاق شرارة الحرب العالمية الثالثة، ولكن استبعاد هذا السيناريو يكون بحجة أن هاتين الدولتين هما عضوتين في حلف الناتو، مما قد يؤدي إلى تدخل مباشر من دول الأعضاء واستبعاد قيام اشتباك مباشر بين أو حرب مباشرة بين دولتين عضويتين في حلف الناتو. السيناريو الرابع هو كوريا الشمالية والتوترات الحاصلة في شبه الجزيرة الكورية التي ربما قد تؤدي إلى استخدام أسلحة تقليدية وصولا إلى النووية. أما السيناريو الأخير الذي تحدث عنه هو الأزمة الحدودية بين الهند والصين التي ربما قد تؤدي إلى توسع الاشتباكات العسكرية وصولا لأن تكون نقطة انطلاق لحرب عالمية ثالثة. ختم مقاله بأن تحويل هذه الصراعات إلى حرب عالمية ثالثة في عام 2023 ربما تكون فعلا هي شرارة لتصور الحرب العالمية الثالثة بكافة الأوضاع. أيضا في الانتقال إلى الجانب الأوروبي، أيضا هناك مقالات تتحدث عن أن الأزمة الأوكرانية تؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي أكثر مما هو في روسيا وخاصة على خلفية الأزمة الأوكرانية. صحيفة إزفيستيا الروسية كتبت ماريا شيبوفا أن الدول التي القيود التي يضعها الاتحاد الأوروبي على مواطنيه قد يؤدي إلى أزمات متعددة. تحدثت عن أكثر من دولة أوروبية، ذكرت فرنسا في الدرجة الأولى التي قالت كتبت أن الرئيس الفرنسي يحاول ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10%. تحدثت عن أن في ألمانيا أزمة قاتمة كما وصفتها بسبب نقص موارد الطاقة وبالتالي نقص الطاقة. تحدثت عن بولندا أن هناك نقص في مادتي الفحم والغاز. أيضا تحدثت عن التشيك أيضا التي تعتمد اليوم على نظام التعليم عن بعد لتوفير أو ترشيد الطاقة. وختمت المقال بقولها أن تطمينات القادة الأوروبيين لشعوبهم لن تجدي نفعا، وخاصة أن معدل الوفيات ربما يرتفع وسيتأثر مباشرة بأزمات الطاقة بسبب البرد في هذا العام. نعم رام، يعني لو ننتقل إلى صحيفة موسكوفيسكي كومسوموليتس الروسية التي عنونت أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكا جديدا في الضربات الصاروخية، يعني العام الجديد وبدايته قصف صاروخي ومن نوع جديد، برأيك إلى أين ستؤول الأزمة بين الطرفين بين روسيا وأوكرانيا اليوم؟ ما الذي يجري يا مرام؟ نعم آية، حقيقة أن هذا التكتيك الذي تحدث عنه يوري كانتانوف الذي قال بأن هناك تكتيك جديد للقوات الروسية تحاول استخدامه على أرض المعارك هو
ليس بالجديد، إنما بدأت به حوالي الشهرين روسيا بإطلاق المسيرات الطائرات المسيرة، وذلك لتشتيت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، وبالتالي توجيه ضربات بشكل مباشر وأكثر فعالية على البنى التحتية الأوكرانية. هذا ما لاحظناه في نهاية العام المنصرم وبداية العام الحالي. حتى الآن روسيا تستخدم هذا التكتيك، ولكن اليوم مع تطورات العلاقات الاستراتيجية كما ذكرت في البداية بين الصين وروسيا، بدأت واشنطن ربما تشعر بالقلق بسبب ربما دعم صيني لروسيا في المستقبل القريب، رغم أن الصين قالت بأنها تحاول الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن ولكنها ضد الهيمنة الأمريكية. لكن كل ذلك لم يلغي أنه ربما فعلا تقوم الصين بمساعدة موسكو عسكريا، وهذا الأمر ربما يؤدي إلى سيناريوهين: ربما الدعم عسكري مكثف لكييف من قبل الغرب، أو ربما كما تحدثت في أن بعض الدول الأوروبية تحاول التراجع بسبب الأزمات التي باتت تعاني منها، فربما تؤدي إلى تراجع والوصول إلى طاولة المفاوضات. وبكلا الحالتين روسيا مستعدة لهذا السيناريو، كما تحدث الرئيس بوتين مع نظيره الصيني في لقائهما الأخير في نهاية 2022. إذن السيناريوهات جميعها مطروحة، ولكن التصعيد العسكري لن يهدأ بهذه السهولة ضمن هذه السيناريوهات المطروحة من قبل الغرب أو حتى من قبل روسيا وحلفائها. نعم، أشكرك على كل ما تفضلت به يا زميلة مرام حمصي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن العالمي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتب عبد الرحمن شلقم تحت عنوان حروب تتدافع في زمن ملغوب. لا أحد يستطيع اليوم أن يرسم مستقبل سنواتنا المقبلة. عنف الناس والطبيعة يغشى كل القارات من دون استثناء، حروب أهلية وحروب دولية ومعاناة بشرية يستوي فيها الغني والفقير. الحرب الروسية في أوكرانيا كانت لسان اللهب الذي طاف على الكرة الأرضية ومد دخانه جوعا وبردا على أطراف الأرض. أكبر حرب يتابعها العالم منذ أن صارت وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة هي الحاسة الطاغية التي تصنع وعي واهتمام البشر. حجم الدمار والضحايا والمعاناة من الظلام والبرد والتهجير كأنها كتائب الاستطلاع الأولى التي تنذر بالقادم الرهيب. ارتفاع صوت التهديد باستخدام السلاح النووي، هل هو صافرة الإنذار الأولى قبل الانفجار الكوني الرهيب؟ الغاز والنفط والحبوب والزيوت النباتية والسماد، ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة، حروب دخلت البيوت وطالت بطون البشر. كل الحروب الكبرى التي شهدتها البشرية عبر التاريخ كانت لها مقدمات بها مشتركات، وإن اختلفت القوى التي تحاربت فيها والدوافع التي حركتها. الحرب الكبرى التي سميت فيما بعد بالحرب العالمية الأولى كانت المولود المتفجر لزمن اتسع فيه الخوف بين القوى الكبرى. عالم يتقاسمه العنف، حروب أهلية ومختنقات اقتصادية وتحركات عسكرية تنذر بالويل والثبور. حرب روسيا على أوكرانيا حرب شديدة السخونة مع الغرب الأوروبي والأمريكي. لا يمر يوم إلا وتعلن الولايات المتحدة عن تقديم المزيد من السلاح والأموال إلى أوكرانيا. القتلى من الجانب الروسي يتزايد عددهم كل يوم، والأوكرانيون رغم معاناتهم من الدمار شبه الشامل ما زالوا يصعدون مساحة وعنف مواجهتهم للعملاق العسكري الروسي. الصين الكون البعيد والقادم بقوة إلى هذا الزمن تساهم في تفاصيل تكوينه. قوة اقتصادية صاعدة وعسكرية ضاربة تخوض حربها مع الجميع بتكتيك مبتكر، حرب بلا سلاح أو جنود. تتحرك سفنها البحرية في بحر الصين وتحلق طائراتها على حافة جزيرة تايوان لتقول إنها لن تقبل بانسلاخ تايوان عن الوطن الأم. أوروبا غير الموحدة في قراءة خطوط خارطة هذا الزمن المتفجر تتفق على البحث عن باب تخرج منه بأقل الأضرار. سياسيوها يدركون خطورة هذا الوضع الدولي الذي يزداد سخونة كل يوم، وهي في تماس جغرافي وبشري مع أوكرانيا وروسيا، وأي غبار نووي ينطلق من روسيا سيدخل بيوتها ويزيد الأزمات الاقتصادية طوفانا وليس مجرد بلة. والآن إليكم حدث في مثل هذا اليوم.
والآن إلى أخبارنا المنوعة. البداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت التدخين مضر بالصحة العقلية. أظهرت دراسة جديدة أن المدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي أكثر من غير المدخنين. وتوصل باحثو جامعة ولاية أوهايو الأمريكية إلى أنه ثمة علاقة وطيدة بين التدخين والتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وهو ما ظهر على المدخنين الذين شاركوا في الدراسة، والتي بنيت أساسا على دراسة أخرى كانت قد أثبتت وجود صلة أيضا بين التدخين ومرض ألزهايمر. وأثبتت الدراسة التي تم إجراؤها على 136 ألف شخص تبدأ أعمارهم من 45 عاما أن نسبة الإصابة بداء الكريات المنجلية بين المدخنين أعلى من الذين أقلعوا عن التدخين، لاسيما إذا تم ذلك منذ مدة طويلة، فضلا عن زيادتها بشكل ملحوظ مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون أصلا. وقد أكد الباحثون على أن العلاقة كانت ملحوظة بشكل كبير في الفئة العمرية بين 45 و59 عاما، مما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في هذه المرحلة من الحياة قد تكون له فائدة للصحة المعرفية والإدراكية. وفي أخبارنا المنوعة، تجمع المئات من التلاميذ في المتحف المصري الكبير لتحويل أكوام مكعبات الليجو إلى مجسمات لمنشآت الطاقة المتجددة. لنتابع. والآن وقفة مع الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم تيفي دوت نت. إلى اللقاء.